شاعر عن الشعر قدر المستطاع. الله نور الدنيا. خص لا قده يذكره شيء ما يبيه. طيب يا وأنا طيب ما بين الركادة وبين الاندفاع اندفع واسمع ضميري وراي يقول ليه يا وجودي كل مقفيت. وش يقول يا وجودي؟ ايوه صادق. عدها عدها بتجيبها صح. اسلم عدها. ايه بجيبها بلحنها اللي انا سلميه. يبعد الشاعر عن الشعر قدر المستطاع. خص لا قده يذكره شيء ما يبيه. وانا ما بين الركاده وبين الاند اندفع وانا ما بين الركاده وبين الاندفاع. اندفع واسمع ضميري وراي يقول ليه يا وجودي وجد ما انضت من عقبه وضاع. اسمع ضميري وراي يقول ليه. وانت يا زين الملامح ويا زين الطباع صرت اشوفك في المباني واشوفك في الوجيه. سلامتكم. صح صوتك وبيض الله وجهك يا ابو طلال. اسمع التصريح وصلك فيه يا ضاري. تعالوا